الحمد لله المنفرد بالعزة والجبروت مدبر الملك والملكوت رافع السماء بغير عمادين رازق العباد بغير حسابين والصلاة والسلام على النبي الذي أحضر البشر والذي شافع لنا يوم الحشر والذي ساقي لنا الكوثر في يوم المحشر وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الحاضرون أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله واستخفي بالتي هو خير أيها الحاضرون فإني لا أدري لعلي لألقاكم بعد عام هذا في مواقف هذا وفي يومكم هذا وفي مكانكم هذا وفي مسجدكم هذا وفي شهركم هذا وفي جمعتكم هذا ولابد علينا أن نتقي الله ولابد علينا أن نعبد الله ولابد علينا أن نذكر الله ولابد علينا أن نشكر الله ولابد علينا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة وفي كل صباح وفي كل مساء مرارا كثيرا كثيرا ونعبد الله ولابد علينا أن نعبد الله عبادة مقبولة وعبادة كثيرة لله سبحانه وتعالى أيها الخلان وإن الله تبارك وتعالى قال في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا ابن آدم في دنياك بآخرتك تربهما جميعا ولا تبي آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه وإذا رأيتهم في الشر فلا تغضبهم عليه السواء هناك قليل والبقاء هناك طويل ذهبت الدنيا بها عليها بقيت الأعمال قلائد في أعناق بني آدم فيا لها موعظة لو وقفت من القلوب حياة آتيتم كلكم في المسجد وربكم الكعبة آتيتم كلكم في صلاة الجمعة وربكم الكعبة قد أسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترزقون ولابد علينا أن نذكر الله ولابد علينا أن نعبد الله عبادة مقبولة ولابد علينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وليلة توبة كاملة وتوبة نصوحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله توبوا إلى الله توبة نصوحة وهذا حكم الله سبحانه وتعالى أيها الخلان ولابد علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة وفي كل حياة فرد وفي كل حياة جمعة وهذا أمر الله سبحانه وتعالى أيها القرآن وقد جاء في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إن الله تبارك وتعالى قال لشان رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا وصفحه بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا نزلنا عليك القرآن تنزيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، خصوصا منهم على سهر صاحب النبوة سيدنا أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة، وعلى الفارق بين الحق والباطل سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى خطر المصطفى صاحب الإيقان أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان، وعلى عالم المسلمين صلى الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى الأزواج المطهرة لذي النبوة، وعلى بضعة الرسول سيدة النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى والديها الشهيدين سيد شباب الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى عباس ابن عباس وأصحاب الرسول كلهم، وعلى تمام العشرة المبشرة والتابعين من تبعهم أجمعين، وعلى المشرفين بالإسلام إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اهد أمة المسلمين إلى سنة الرسول والخلفاء الراشدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم مزق جمع الأعداء وسدد أقدامهم. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بلاده. اللهم اهلك الكفرة والمبتدية والملاحدة واليهود والهنود والنصارى والمشركين أجمعين، خاصة بلاد الكفار دولة الأمريكية وبلاد الكفار الإسرائيلية وبلاد الكفار الهندية. اللهم اللهم انصر، اللهم انصر في بلادنا. اللهم اللهم خلف ملكنا مع مالك الإسلام، خاصة بلادنا دولة بنغلاديش وبلاد سائر المسلمين يا الله. اللهم ارحم المسلمين الهندية، اللهم انصر المسلمين الهندية، اللهم انصر المسلمين الميانمار والشيشان والأفغان والعراق والسوريا والفلسطين والسائر بلاد المسلمين يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفر قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعل نعمتنا دائما، دولتنا قائما، أولادنا عالما وعارفا وصالحا، ولا تسلط علينا من شرب الكوثر، وجوزنا بحور عين، وأكرمنا برؤيات جمالك يا الله، وأكرمنا برؤيات جمال رسولك يا الله، وأكرمنا برؤيات جمالك وجلالك، واجعلني من المخلصين، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأكبر. صفوا صفوفكم فإن التسلية من تمام الصلاة. إقامة حي على الصلاة جفن بول قطر شده كوري دارية جابة حي على الصلاة آگه نماز جنو دارية تاك مطلوح تحريمي আমরা আমল দিয়ে সুন্নতের দিকে খেয়াল